يعني واضح تماما أستاذ الكريم أن الهجوم الذي يقوم الآن ضد روسيا واضح تماما، حتى تصريحات الكرملين اليوم أثبتت أن هذه العقوبات وهذا الهجوم على روسيا كان مبيتا ومسبق الصنع. ولو لم تقم روسيا بالعملية العسكرية في أوكرانيا لما ترجعوا أو ترددوا عن فرض هذه العقوبات. يعني هناك حرب حقيقية على روسيا، يمكن أن نسميها حرب عالمية بأسلحة غير تقليدية. والعقوبات التي نتابعها، لا أعتقد أن الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية لو أنها وقعت تحتها تصمد. على ما يبدو الروسي كان جاهزا يعني متحضرا بشكل كبير ودقيق لهذه العملية، خاصة أننا نرى الآن تكشفات كثيرة جدا مهولة حول وجود مصانع ومعامل ومختبرات بيولوجية لم يتم الحديث عنها سابقا من قبل الجهات الرسمية والروسية، وتضارب في المواقف والتصريحات الرسمية الأمريكية حول هذه المختبرات وحول أنها عسكرية وصحية وأن الولايات المتحدة الأمريكية تساعد فقط في السلامة المهنية. تم تدمير عدد كبير، والواضح أنه كان هناك وثائق صراحة لا نستطيع الحديث عنها، وصلتنا بالتفاصيل من طريق خبراء وباحثين أكدوا فيها ودللوا على كل التفاصيل التي حتى الرئيس بوتين ذات نفسه تحدث عن هذا الأمر وأشار بالتفاصيل أن لديه معلومات، وكان قد طلب من زيلينسكي في عام 2020 أن يتوقف عن هذه أو عمل يوقف عمل هذه المختبرات، ولكن لم يستمع إلى ذلك. وأيضا نعم تحدث عن تدخل إسرائيلي في هذا الأمر. يعني هناك أزمة حقيقية في حال ثبتت كل هذه الأعمال، وأنه تحميل الطيور أمراض تنتقل أو تنقل إلى روسيا. إذا كانت هناك حرب إبادة حقيقية تحضر للشعب الروسي، وكانت أوكرانيا منطلق هذه الحرب أو هذا الهجوم الذي كان سيحدث، سواء كان دخل الرئيس نعم دكتور بوتين نواف إلى أوكرانيا أم لم يدخل. لذلك واضح أنه استبقهم، والأيام القادمة أكيد ستكشف هذا الأمور وتكشف مشروع حاليا دكتور بي نواف، نعم الجانب الروسي أشرت إلى أنه سيصمد، لكن إلى متى سيصمد وكيف سيرد حاليا ومستقبلا على هذه العقوبات المستمرة؟ يا سيدي الروسي لو لم يكن قادرا على المواجهة ومتحضرا لهذه المواجهة لما ذهب بهذه الطريقة ولما تجرأ بهذه الجرأة الرئيس بوتين. جرأة الرئيس بوتين ودخوله في هذه المواجهة وقيام العملية العسكرية لأهداف استراتيجية محددة أعلنت عنها وزارة الدفاع، ولأهداف أخرى هي الضمانات الأمنية وتحييد السلاح النووي ومواجهة النازية وإلى ما هنالك من هذه العناوين التي نحن نعلمها تماما. نعم. الروسي يا سيدي حتى الآن يتحمل كل هذه الضغوط والعقوبات، وواضح علمنا من مصادر أن الروسي اعتمد على اتفاقات مع البنوك الإسلامية، اعتمد على اتفاقات مع الصين، لديه احتياط كبير من الذهب، لديه احتياط كبير من الأمن الغذائي. نعلم تماما أن روسيا وأوكرانيا تمثلان سلة غذائية نعم عالمية، وهناك كثير من المصادر الهامة التي تأميم المؤسسات والشركات التي تعمل وتسيطر على السوق الروسية منذ 30 عاما. هذا أمر مهم جدا، وريعها أو مصادرها أو أموالها ستذهب إلى الخزينة الروسية. ارتفاع سعر النفط يا سيدي هذا لوحده يؤمن ربح هائل لروسيا. هم أرادوا إساءة روسيا، هم من أتأذوا. وسنرى في أوروبا انهيارات كثيرة سواء كان على المستوى نعم الشعبي أو على المستوى الاقتصادي، وهم سوف يصلون إلى المناحرة. الولايات المتحدة الأمريكية خدعت الجميع وساقت الجميع وساقت الاتحاد الأوروبي باتجاه المواجهة مع روسيا، ولكنها للأسف الشديد أثرت سلبا على حلفائها قبل أن تؤثر على الروسي وتضعه كما نعم دكتور تريد نواف في الموقف والموقع الذي تريده. دكتور نواف الروسي في نقطة أخرى عذرا على المقاطعة، الحلول الدبلوماسية هل ما زالت قائمة بعد فشل المحادثات الروسية الأوكرانية في تركيا؟ هل ما زال من سبيل للحلول الدبلوماسية؟ سيدي أنا من رأيي الشخصي للأسف الشديد، ونتمنى أن يكون هناك حلول دبلوماسية وسياسية، ونتمنى أن تقف الحرب ليس فقط في أوكرانيا، في كل مكان. الدماء التي تسقط والضحايا التي تسقط حرام يعني، ولكن الموضوع الأساسي والحقيقي واضح أن المواجهة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية بالتحديد، ونراها أوروبا لأن الحرب ليست مع أوكرانيا، لن تتوصل إلى حل. ولا أعتقد أن الرئيس بوتين وبايدن سوف يجلسان ما دام في سدة الرئاسة، وأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية ذاهبة إلى النهاية بهذا الأمر لتدمير روسيا. ولكن روسيا قالها الرئيس بوتين، والآن شيغو وزير الدفاع قال القرار اتخذ، ونحن سوف نتابع إلى حد النهاية، ومن يريد أن يدعم المعاق بأي طريقة أو أداة كانت عليه أن يعرف أو يعلم ما هي التداعيات. واضح أن لا رجعة،
ولا يوجد عقول في الغرب تريد أن تهدئ الأوضاع، لأنهم لو أرادوا لما هجموا كل هذا الهجوم على روسيا وينقلون مقاتلين ويسلحون ويرسلون أموال. نعم دكتور ويفرضون عقوبات. واضح أنهم لا يريدون حل دبلوماسي أو حل سياسي، والحل السياسي واضح تماما على أي أسس لا يرضون فيه، لماذا لا أدري. شكرا جزيلا المستشار السياسي والإعلامي الدكتور نواف إبراهيم على هذه المداخلة، كنت معنا مباشرة من موسكو، شكرا جزيلا.